ذكريات موجوده بالقلب اكيد احتاج. والله ابو غربي شوف نفس هنا ابو غربي مشغول ها، هذه عباره عن مثل ما قلت اللي هي شوف والله صدق ابرز صور او ابرز الاحداث اللي صارت لك بالجمهور العزيز. العرس العرس عرفته والله الفكره صراحه ما قصر خالد حامد حبيب قلبي الفكره حبيب قلبي محمد ولد 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 حبيب قلبي اول شيء الله يوفقك يا حبيبي ويكثر خيرهم يسعدهم سعادها بديه. اللهم امين اللهم امين اللهم امين. راجح الحارثي اتوقع انه طيب عبد الله الجميري ابو جميري وين ابو جميري ذكرون طيب ذكرون المطعم عشان الملح اطلق بس. مصطفى الذي بداخلك عبد الكريم الحربي حبيب قلبي عبد الكريم الحربي كان حبيب الكروب حربي تسلم لنا دقيقه حربي تسلم لنا تحيه كريمه تحيه كريمه تحيه كريمه يا شباب يا شباب لي اسبوعين ترى ما تحياني تكفون يا رجال دقيقه هذه طبعا هنا في بدر القحطاني من فريق دامي الله يبيض وجيههم يا رب ويعزهم ان شاء الله ويغنيهم ان شاء الله من عنده. الشيء الثاني والله انها بدره طيبه عسى الله يسعدهم اتمنى انها فكره جدا يا واد يا واد ايش الجنان ده يا واد فكره جدا مجنونه حبيبي. معاذ الجماز حبيب قلبي معاذ واد يا واد عاش ابو جماز دقيقه كيف يلعبون دول كيف؟ اقسم بالله العظيم مجانين شوف عباره عن كانه مجله لك يا واد اقسم بالله ما شاء الله تبارك الله حبيبي وصلت 100 100. طيب زياد الشهري زي ابو الزين موجود لكنه ظهر جوا. اول شيء صراحه سهلون مع ان قليل بحقكم لكن ان شاء الله انه تكمل وبيض الله وجه فريق الدعم. يعني ما كنت متوقع ان الحركات والشغل الشيء هذا لكن بيض الله وجيههم شغل صراحه يجنن عم بيأطش حبيب قلبي. اتمنى انه عجبكم ويعطيكم الف عافيه والف شكر لهم بيض الله وجيههم بيض الله وجيههم حبيب قلبي. يلا ابو حامد المجلة تتكلم بلسانك انت كخالد حامد ما حد سالك ها انت اللي ما حد سالك والله انت اللي ما حد سالك اسلم الحين بسالك سؤال لك في هذيك حاجات من حقة الدعم حقينك ايه ها تعال وقدنيك والله يعني مثلا والله يا ابو حامد والله غيم فقع وجهك بعد الهواء والله تجي ترى فقعت وجهي شعلت وجهي شتنتين في ذا يا رجل تعال وقدني تعال انت وجهك هذا صغير الله وجهك عليك وجهك مسوي رجيم متفق الله وجهك مسوي رجيم يعني مثلا كاتبين هنا انا كنت اسوي برنامج مسوي اصبعي صديقتي جميع المبادرات الاشياء كنت قاعدين داعب اخلاقي لا ما حق الهاشتاج يا سلمان اهم شيء طبعا جلسه الشيخ بدر بدر مشاري انا شيد بالمطبخ كلمات الصلاه القواعد اللي بادره الفقر مبادرة الفقر يعني جميع الأشياء اللي بارزة للشخص نفسه حطوها بشكل مجلة أو بشكل بسم بالله فكرة مجنونة والله صلاة على النبي والله ما قصروا فريق الدعم بيض الله وجيههم وفاجئوني والله نشكر أفخر أنواع الشوكولاتة الله يسعدهم الله يكتب أجرهم يا رب ترزقهم يا رب. طبعا ذولي ظهر ال وش باقي يا وين هيثم بق شيء الله لا عسل من قسم هذه اللي تحتها ايوه اللي في يدك اقرا الركن الان طيب هذه هدايا ورد هدايا مقدمه اي نعم ورد هذه هدايا مقدمه من محمد بن عبد الله الحسن واحمد بن عبد الله الحسن موجوده صورتهم هنا موجوده صورهم هنا الله يسعدهم ورد عباره عن ورد اي كل واحد له ورده ان شاء الله يعطيهم الف عافيه نسمع المقوى التحيه يا شباب تستاهلون تستاهلون اخو معاذ الجمال هذه هديه خاصه لحبيبنا الفخم بلبل تبوك استاهل الجمال يا سعود ما تركزش كده مصطفى عني ابعدوا ما اشوف منه مصطفى ايه شيله لا حكي لك تعال ما ما في الطاقه ما شفتك عبد الرحمن يلا دور 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 رمضان يا الله يسعدكم يا شيخ الله يسعدكم يا شباب انا جايبكم الكتاب هذا اي واحد عنده برايم بكره نذاكر ان شاء الله الحين اوكي
نتفق على خلاص خلاص يا سلمان. ايه قضينا وراها فلوس. باقي شيء؟ لي 10000. خلصتوا؟ طيب ركزوا بس معايا يا جماعه. اسمه مصطفى. يا مصطفى. يا مصطفى. ايش روح مصطفى. انا غربي فارس استاذن. لا 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 وانت كلكم كلكم. كسر كسر. المفروض دلوقتي تودعوا الفلوس بتاعتكم حالا قبل نهايه البث. قدامكم نص ساعه هتسمع. كيف؟ فاضل نص ساعه والبث ينتهي. تمام؟ حالا كلكم تودعوا الفلوس. هفتح الشباك. تمام؟ هلا انتوا معكمش فلوس بكره. يعني اللي معه فلوس يودعنا الحين. خالد خالد ابو حامد. ابو حامد خالد قل انا اسد يا مدير الشركه. حبيبي وراك بكره بالبرايم نهائي الاخص معك 500. لا لا خالد اسمع ايش يقول. اسمع ايش يقول. اسمع قول قول. ايه قول قول انا اللي انت تقوله ده. المهم بكره النهارده بكره النهارده كلكم تودعوا الفلوس بتاعتكم. بكره معكمش فلوس. عاوزين تاكلوا اكلكم. اركن على جنب. انت المفروض فلوسك تاني. بكره الشيخ المندي اكلكم. التميس ركن القصيم مجان. ثانيه واحده ثانيه واحده يا جماعه. ده من بكره مجان. ايش هو؟ هم؟ مصطفى. يا قبل عبد الكريم شوف يقول عندنا مجاني بدون ما تقول. انا قاعد اقرا. بكره اسمع ده بكره مع بدايه الهوا. يعني اللي الحاجة قطع عيالتك فوق. تمام مغربي قصعدك يا حبيبي. انا قطع لك يا شباب معي. يا شباب معليش شمري معليش نسيت اقرا شيء مهم. تتوزع على المتسابقين عشان يودعوها تزيد في رصيدهم مش هحسبها. طيب يا شباب اليوم سهرين كذا قاسي. كلام واضح. اقول لك روح يا قاسي. واحده. طيب معي يا شباب. يا شباب بالله بقرا لكم شيء. اخ ضيري حبيب قلبي بالله بقرا لكم شيء مهم واجب عليه ونسيته للاسف لاني توي انتبه. يقول نعتذر لاننا لم نستطيع ان نوصل لك فخرنا بك ودعمنا، لكن هذه هديه رمزيه نتمنى من خلالها ان نرسم ابتسامتك. فكره الفكره هذه فكره هنادي التميمي وبدريه الحارثي. هنادي التميمي والله يسلم تحيه. هنادي التميمي وبدريه الحارثي. تعال ابو سعد. حبيبي ابو خالد تعال ابو سعد. الله يحرم يدينهم على النار. قولوا امين يا جماعه. ادخل داوني يا عبيد الله.